الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، من هنا من ميدان التحدي لسباق الهجن العربية الأصيلة أعلنت انطلاقة الشوط الثامن خاص للقعدان المفاريد مسافة 1500 متر. المقدمة والصدارة شاهين وحسين بن محمد. من يقدم لنا شاهين وتاني الأسماء؟ وصل شاهين إبراهيم بن حمد النعيمي وثالث الأسماء. وصل سوغان وصالح بن سالم المريح ورابع الأسماء. وصل عفيف وصالح المشروم المري وخامس الأسماء. وصل الذيب وحمد بن عبد الله الزعبي، قادم الزعبي. الله 800 متر أخيرة، 800 متر متحدية، وآخر إعلان وإنذار، جولة الأوامر الأخيرة. 600 متر، حرك يا اللي بتحرك وروح يا اللي بتروح. المقدمة والصدارة شاهين وحسين بن محمد. من يقود المسيرة ويتربع عرش هذا المسيرة؟ وتاني الأسماء. وصل شاهين وإبراهيم بن حمد النعيمي، ولكن التجمع السريع 300 متر تفصلنا عن خط النهاية بقيادة شاهين وحسين بن محمد. الله 200 متر أخيرة، 200 متر ثقيلة. عفيف وصالح المشروم، وهنالك شاهين وحسين بن محمد. يلا يا حسين، يلا يا حسين. سلام شاهين، سلام يا حسين يا بن محمد. تهانينا لمالك شاهين حسين بن محمد على هذا الأداء. تهانينا والناموس لمالك شاهين حسين بن محمد على هذا الأداء الجميل. تهانينا. والمركز الثاني كان من نصيب عفيف وصالح المشروم، والمركز الثالث كان من نصيب شاهين وابراهيم بن حمد النعيمي. توقيت الزمني مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، ساعة وصول لشاهين لخط النهاية، قطع مسافة 1500 متر في دقيقتين 14 8 اجزاء. تهانينا لمالك شاهين حسين بن محمد المري.